حته ان انا بتاع هدوم، ان انا دايما معايا هدوم في العربيه. نايس. ان شاء الله هقابل احمد دلوقتي. ده احمد، ده واحد جديد اسمه احمد عند بوابه سي ستارز علشان نطلع البضاعه ان شاء الله. الصوت كويس احسن من الجو برو صح؟ There's the dude. What's up bro؟ الحمد لله تمام. يا اخبارك؟ كله تمام. ايوه يا عم. انا هو بقى قال لي كده يعني. هناخد منك الكاميرا. حمدت ومن جواك فعلا. خد التاني. لقيتهم جايين لي بالليل بالبتاع دي. سبحان الله. كده طالع في الفلوج ولا ايه؟ ولا انت تصورش؟ لا طالع. انا طالع في الفلوج؟ طالع بقالك 3 دقايق مثلا. لا والله يا ابن الايه؟ العيال دي متسرعين قوي عشان يعني هم باعوني وراحوا انجزوا الموضوع من غير ما ناخد السواق. يا باشا لسه في لابتوب ضايع يعني. انا جاي يا باشا. لا ما هو فيها الضهر. سيبت كراسي. سيبت كراسي يا احمد. انا فرحان بغير الاعداد. انا وانت ماسكها انا حاسس ان ابني خلفته وجايب له الاعداد. I'm back man. Yes. I'm back baby. انت always back. وانت كنت رحت في حته ثانيه الحمد لله ربنا يحفظك. بابلود الفيديو دلوقتي. ربنا يوفقك. لقيت نت هنا في سي ستورز اسمه فودافون سريع جدا. بجيب هيدفون بدل اللي عندي عشان الاضاءه دي. بس يا ريت ما يحصلش فيهم حاجه لان انا لسه مسروق مني شنطه من كده. فاكس. اللهم لا عيش الا عيش الاخره. شوف كام؟ 600 ايه؟ ماشي. هي فيليبس حلوه في السماعات؟ اه ما كان لا كانت عندي كان فيلبس فيديو شاكر فاكسين سوزان. هو مفيش سماعات الاربعه دول؟ مفيش سماعات في اي حته ثانيه هنا؟ يعني هم الاربع سماعات دول بس؟ الدنيا كانت زحمة جدا في فيرجن ف هنرجع نروح بكرة تاني. دلوقتي جيت عند احمد البيت عشان ابلود الفلوج بس يوني خد اللابتوب بتاعه وانا مخلص الفلوج ومش عارف ابلوده. عملت فلوج ده بس. قابلت والدة احمد دلوقتي اطيب ست في العالم بتتفرج على الفلوج وكانت زعلانة جدا لما الحاجة ضاعت جدا يعني قعدت مثلا دقيقتين بتوصف لي قد ايه كانت زعلانة ان الحاجة ضايعة. ربنا يكرمك بجد يعني. اتكعبلت كده برضه في فيديو محمد الغاز بعد ما سبحان الله. احمد استضافنا استضافه قويه جدا. امه طيبه تنين وداخلين نصلي دلوقتي ان شاء الله. خلاص قشطه وديهم البيت عادي. واتس اب مان؟ عايزين باشا عامل ايه؟ بس على فكره دي حاجه خير جدا عارف ليه؟ انت عارف ان انا كنت خدتها كانت هتسرق؟ بجد والله سبحان الله الحمد لله. يا السعاده. Your destination is on the right. السلام عليكم. مش انا اللي خدتها هم اللي اشتروها. هم اللي جابوا لك كده؟ ايه اخبارك؟ عامل ايه؟ الله يكرمك. انت عندك بطاريه بطاريات؟ عندي بطاريه. ايه؟
يعني طول ما انا ماشي الناس بتقول لي بتصور ليه مش عارف، بس هنا المكان الوحيد اللي ما حدش هيقول لي بتصور ليه ولا بتصورش ليه. دي العدسة ال 18-135 ودي ال 10-18 شايف؟ مش هو حلو جميل نايس مش هو تجرب؟ ضايع جدا مش هو. احنا النهارده بنجرب انت على فكرة هو دراعه صغير جدا بدراعه كده بالجو برو شباب محترمين جدا ظبطوني جدا في الاسعار والمايك اتمنى يكون شغال انا لسه ما ظبطتش السيتنجز قوي بتاعه فايش تستحمله بس لحد ما اروح كده واظبط الدنيا نايس عاش اللهم بارك جو برو هي دي مش جو برو هي دي اللينز اي لاف ذس ثينج وبعدين ايه بقى ما بتكتكش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دي سيلفي ستيك بس انا بستخدمها على الكاميرا فعادي يعني مش مشكلة يعني كده مش عيب عادي انما لو تستخدمها على موبايل عشان تصور بيها صور ده ساعتها العيب معرفتش منتج الفيديو بتاع امبارح السلام عليكم لاني ما عنديش لابتوب فمعرفتش انقل معرفتش امنتج يعني والنهارده معرفتش انقل الداتا برضو بتاعت الميموري كارد على حاجه فالميموري كارد هيتملي قريب جدا مش عارف اعمل ايه فين العربيه رايح دلوقتي فيرجن عشان اودي البضاعه ان شاء الله اللي انا بقالي كام يوم مش عارف اوديها بسبب الحوارات دي اللي احنا وديناها امبارح الحر خبر ازرق انا لابس طبعا نفس التيشيرت امبارح بس غسلته يعني ده كده مغسول هعمل بوست ان شاء الله دلوقتي على يعني هحاول ادور على صوره كده من الصور القديمه بتاعه الكاميرا احاول ابوستها هي واللابتوب واللي يعرف يساعدني في الحوار ده اللي ساكن مثلا جنب مثلا المول بتاع المهندسين ده اسمه ايه ده سراج تقريبا مش فاكر اسمه ايه اللي هو بيبيع كمبيوترات ممكن ينزل يساعدني ويسال على الحاجه بمواصفاتها واللي ساكن مثلا جنب شارع عبد العزيز ممكن يساعدني في الموضوع ده او ساكن في الهرم يعني اي حد جنبه مكان يحس فيه ان هو ممكن يلاقي فيه الحاجه دي ممكن يساعدني في الموضوع ده الكاميرا كانت كانن 70 دي معرفش بقى هو فك المايك ولا ايه كان معاها مايك اسمه رود فيديو مايك جو والعدسه كانت 1750 سيجما واللابتوب كان لينوفو ثينك باد يوجا كان عليه الاستيكر طبعا بتاع ايريان بيرد معرفش اكيد يكونوا شالوه بس كان في زرار مكسور فيه زرار فوق على اليمين ورقم 9 رقم 9 على الكيبورد ما كانش شغال فلو حد يعرف يساعدني في الحوار ده وله الحلاوه ديجا فو وصلت البتاع هفك العصايه دي والمايك عشان برضو ما يسيكبوش عليا بيقول لي الكاميرا فيها زوم مش فاهم يعني ايه على ما يبدو الاكياس احنا كنا معلمين على الناس كده عشان ايه عشان ما يتفتحوش بس انا ما اعرفش بقى دول ما تفتحوش
وكان اول تيشيرت فوق هنا لارج. انا معلش والله يا باشا غصب عني انا عندنا شغل كتير جدا 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 وعصبنا. انا ما عنديش اي مشاكل, انا ممكن اتقبل ده كله عادي بكل سهوله. بس انا جيت النهارده بناء على ميعاد مستر ادري من الدهون والله ما شايف اقول لك ايه. والله اصبر شويه معايا, انا في دي نص ساعه كمان. سنة خلص سنة جدا صح؟ او فيرجن يعني مفيش سي اف سي ومفيش. طيب هتعمل؟ اها طيب هتخش؟ لا 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 يلا سلام عليكم. الله المستعان. شاب مجتهد يا ربي يقعد. انا لايف. السلام عليكم, ايه الاخبار؟ كنت بس عايز اقول لكم ان مفيش فلوج النهارده. شيف 9 10 جوه الكارت بتاع الباركينج اتحشر في المكنه. شكرا يا مشرف. ليه باقي 4 جنيه؟ ليه بنعمل ده؟ شكرا. عند الجعباص. هسيب دي هنا بس عشان عربيتي بتتسرق بسهوله. واتس اب مان. دي كانت ايه؟ نفس اللينز بتاعت اللي فاتت. ما شاء الله. بص دي بقى كده عيط اكتر. ما شاء الله ما شاء الله. انا عايز دي كلها بان كجرافيتي وكجرافيتي. انت بقى عايز دي ودي ولا عايز دي ودي بس؟ التي بس. شكرا على اللابتوب يا مولانا. حبيبي احنا وصلنا الحمد لله. هنطلع نريح وننام. صباح الخير. الساعه 11 هنا مفيش حد صاحي اساسا. 11 و10. الفلوج ده مش بتاعي, ده احمد بسيوني عامله تريقه عليا معرفش ليه, بس هو مضحك جدا يعني. فانا كنت بستخدم اللابتوب بتاعه, فكل الجرافيكس بتاعتي اللي هي الين بيرد والفلوج فونت والسيجنتشر بتاعتي كلها عنده على اللابتوب, فهو خدها وعمل بيها وراح المقر وكل حاجه يعني. هحط الفلوج في الديسكريبشن عشان تشوفوه. مضحك جدا. Beep.